بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث الأمان بفضلك يا رحمن، ولا تجعلنا من المسخوط عليهم يا حنان يا كريم يا ذا الطول. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعظم سلطانه وعم نواله. قلنا عن تونس، أول ناس يخربوا بيها هم بنو صهيون على أمل أن يقتل تخرب تولي خاوية، ويأتون إلى جربة دجاج حنين من جربة وينابل معروف ومفضوح، والحكومات اللي عنا غلبها تلبي دعوتهم وتفرش لهم السجاد الأحمر، اللي لأنه أغلب التونس من الرايه الحمراء اللي هي ماشيه قالوا النار الحمراء الا اذا تابوا. وهذا لوحت به كم من مره وكررت، خاصه ايام الانتخابات في وقت بن علي، النقل من مكان لمكان من حضر هؤلاء الخيانه في هذه الديار الاسلام في تونس. ونقول يا جماعه الوحده الحمراء، تذكروا ربكم لأن جانا من حمرة تنتظر فيكم، وداخل برشا الناس خاصة المعظم من النساء العاهرات. نسأل الله السلامة ونعود إن شاء الله الرحمن الكريم.